السلام عليكم، اهلا بكم في قناة المستر. النهارده هنحل ملحق جيم تانية ثانوي الفاينل تيست رقم 12 من صفحة 152 ل 154. انتظرونا. صفحة 152، التيست رقم 12. واحد، we spent our night journey، يعني احنا قضينا ايه الرحلة بتاعتنا. in a youth hostel، في فندق شباب. that wasn't expensive، ما كانش غالي. الرحلة دي يعني كان مدتها ايه؟ اسبوعين. الاجابة هتبقى سي، وهنقول ليه. كلمة ويك هنا ما ينفعش نضيف لها اس كده، ليه بقى؟ هي تعتبر بتصف ايه؟ الرحلة دي. يبقى الرحلة مدتها اسبوعين، فما ينفعش نختار اللي فيها الاس دي ولا دي ولا الابوستروف اس، بتبقى كده في حالة الايه؟ المفرد، عشان بتوصف اسم تاني بعدها. اتنين، since he's not at the club، المعنى المقصود منذ وصوله للنادي. the coach has brought، يعني الايه؟ المدرب جلب، brought in several star players، عديد من اللاعبين النجوم. المهم هنا هنختار arrival، وهنقول ليه. his ده ايه؟ دي صفة ملكية، تمام. فsince هنا جه بعدها اسم، هي his arrival، منذ وصوله. لكن التلاتة الباقيين دول أفعال، محتاجين هنا يكون ايه؟ ضمير فاعل he. رقم تلاتة، there were، كان في ايه؟ نقط. and other seaweed، يعني أعشاب بحرية أخرى. growing on the top layer، على الطبقة العليا. of the deserted lake، للبحيرة الايه؟ المهجورة. يبقى هنا كان في ايه؟ كان في طحالب algae، لكن دي معناها نخل، وديت محصول، ودي جمبري. أربعة، the report is based، يعني التقرير قائم على نقط. figures، أعداد أو أرقام. from six different cities، من ست مدن مختلفة. based، هتاخد حرف الجر هنا، on، قائم على. خمسة، the title passes by، يعني اللقب هينتقل أو ينتقل بإيه؟ نقط. from the queen، من الملكة. to the eldest son، للابن الأكبر. هنتقل بالوراثة، يعني تبقى الإجابة inheritance، وراثة، توريث. إنما دي معناها إرث أو تراث، وديت خسارة. ستة، the tumor، يعني الورم. in the patient's brain، في مخ المريض. was، حصل له إيه؟ بالجراحة يعني. نقط، by a team of top surgeons، بواسطة فريق من الإيه؟ كبار الجراحين. يعني الورم ده إيه؟ استؤصل بواسطة الجراحين، extracted. انما دي معناها ايه؟ يلتئم، التأم، ودي ربطة، ودي ايه؟ يبذل جهده مثلا. رقم سبعة، اسماء وبعدين نقط. have at least 8 hours sleep، ان هي تحصل على نوم 8 ساعات a night، في الليلة يعني يجب عليها. التلاتة دول منفيين صح؟ A و B و D، معنى غير مناسب. الصح has got to، هي بتساوي ايه؟ have to، يجب ان، او has to يعني. 8، حسام has been working، حسام كان ايه؟ بيشتغل. نقط، and harder، يعني بأكثر جدية، بجدية أكثر وأكثر. since he graduated، منذ ما هو ايه؟ اتخرج. عندي هنا صفة مقارنة و and، لازم يجي هنا صفة مقارنة، هتبقى الإجابة harder. صفة مقارنة و and، وصفة مقارنة. 9، look at these big black clouds، انظر لهذه السحب الكبيرة الايه؟ السوداء. اتنقط، يبقى الدنيا ايه؟ هتمطر. ده تنبؤ بدليل، بدليل وجود السحب اللي هي كبيرة الايه؟ السوداء دي، تنبؤ بدليل. يبقى الإجابة بي، is going to rain، سوف تمطر. 10، this medicine went bad، يعني الدواء ده فسد. you not have kept it in a cool place، كان يجب عليك انك ايه؟ تحتفظ بيه في مكان يعني يكون بارد شوية، زي ما الايه؟ التعليمات اللي على الملصق بتقول. يبقى كان يجب عليك، بس انت عملت العكس، هتبقى should و have والتصريف التالت. يبقى الإجابة should، بس هو طبعا ايه؟ ما احتفظتش بيه مكان كويس، فعشان كده فسد. 11، why are you late، انت متأخر ليه؟ يعني معنى كده ان دلوقتي متأخر. you not to be here at 9 o'clock، كان من المفروض، كان من المفترض انك تكون هنا الساعة 9، يبقى الصح بي were supposed، بس هو اتأخر بقى. 12، if he is late، لو هو متأخر. ونقط، لو هو يعني هيجي متأخر. ونقط to go without him، فاحنا بقى هنضطر نروح ايه؟ بدونه. قاعدة if، وبعدها هنا is، يبقى مضارع بسيط، فهيجي هنا will زائد المصدر، يبقى الصح will have.
13 There are more accidents on this road. يوجد مزيد من الحوادث على هذا الطريق. Because it's not than the others. لأنه إيه؟ ضيق أكثر من الآخرين. في هنا than، يبقى دي مقارنة. طيب المقارنة هنا إيه؟ C و B. الصح هتبقى C عشان الصفة نارو ديت ميجيش قبلها more، narrower، أضيق. 14 next year العام القادم no doubt مفيش شك more people يعني ناس كتير ايه نقط the competition هتدخل المسابقة as the prize money increases لان ايه بقى الجائزة المالية تزداد. المهم next year ومع كمان no doubt يبقى مستقبل باستخدام will زائد المصدر will enter. 15 روبرت not away two or three times a year مقصود يعني ان روبرت ايه بيذهب بعيدا بيسافر يعني مرتين او ثلاثة في الايه في السنة. المهم يجوالي دي ما تجيش مع الايه مع المضارع المستمر يبقى دي غلط ودي غلط. عندنا بقى ايه بي ودي يجوالي تيجي قبل الفعل يبقى الصح دي يجوالي جوز. صفحة 153 وده سؤال القطعة هنقول فكرتها. القطعة كلها بتتكلم عن ايه عن اللبان وصناعة اللبان. المهم فهنقول المعاني الأول وبعدين إيه نبتدي نقول الفكرة. إيه معناها يمضغ؟ ديت يتساءل تساءلة وديت اليونانيين وديت لحاء دي معناها صمغي وديت تشيكلت وديت مطاطي وديت عصارة ودي نوع إيه اسم شجر ده اسمه شجر السابوديلا وده كمان اسم شجر تاني اسمه شجر التنوب. وفكرة الباراجراف الأولاني الناس بتحب إيه مضغ اللبان الناس مضغت اللبان من آلاف الإيه السنين وفي اليونانيين القدامى دول حصلوا إيه على اللبان من الشجر الصمغي. دي فكرة الباراجراف الأولاني. الباراجراف الثاني اللي بدأ بألف وتمنمية واحد وسبعين هنقول إيه المعاني اللي فيه. بابل دي معنى فقاعة فقاعة باللبان كده دي معناها إيه صناعة وديت قرنفلي وديت إيه صناعي. وفيجرد اوت بمعنى اكتشف ودي كمان اكتشف وديت ابتلع. فكرة الباراجراف التالي ده ان في ايه كيميائي اسمه توماس ادمز هو اللي انشأ او ابتكر يعني اللي هو ايه اللبان ده من الايه تشيكليس. بعد كده في كيميائيين تانيين علماء صنعوا اللبان ايه الصناعي في المعامل. دي فكرة الباراجراف التاني. الباراجراف اللي بعده بدأ بكلمة however نقول معنى الكلمات دي معناها يهضم ده معناها ايه الامعاء او المعدة يعني وديت يسد ودي شراب الذرة دي معناها ايه مقادير مكونات ودي تعطي نكهة ودي معناها لاتكس يعني المطاط او الايه السائل اللي بينزل من الشجر ده زي لبن الشجر كده بيقولوا عليه كده يعني. معنى الباراجراف ده بيقول هنا بالرغم ان اجسامنا لا يمكنها هضم الايه اللبان فبعض الناس يعتقدوا ان اللبان ايه بيلتصق معا في الايه في المعدة ويسد كل شيء والاخرون قالوا ان اللبان ممكن يبقى في الايه في بطن الانسان 7 سنوات. الكلام ده مش صحيح. لو الانسان لو انت ابتلعت اللبان فبيخرج مع الايه مع الفضلات زي اي اكل يعني. ومن مكونات بقى اللبان ايه اللي هو بتاع دلوقتي ان في ايه ان في ماده لاتكس ديت بتخلي اللبان يتمدد كده فيقدر ايه اي حد يعمل منه فقاعه بالفم. الباراجراف الاخير بيتكلم عن واحد اسمه تشاد فيل ده من الولايات المتحدة ده عمل أكبر فقاعة من فمه كده بالإيه من اللبان كانت الفقاعة دي إيه زي 20 بوصة كده العرض بتاعها ودي كانت شيء إيه حاجة جميلة خالص كده بديعة. أسئلة القطعة إحنا خلاص فهمناها بقى هنقولها على طول إيه المعنى. رقم 16 وفقا للمعلومات اللي في المقالة دي أي عبارة هنا هي الصحيحة عن اللبان هتبقى الإجابة سي. رقم 17 بردك وفقا للايه المعلومات اللي في المقالة إيه الراجل اللي هو تشات في عمل ايه الراجل ده تبقى الاجابة دي. 18 ايه المكون اللي في اللبان ايه بتاع ايه الحديث تبقى الاجابة لاتكس. 19 كلمة ايه سوالو بمعنى يبتلع تبقى الاجابة ايه مينز تعني ان الايه
طعام أو الشراب يمر من الإيه؟ من الحلق. صفحة 154 20، اللبان اللي اتمضغ إيه في أنحاء العالم كله ده إيه من آلاف السنين. 21 هتبقى الإجابة سي، اليونانيين إيه القدامى. 22 هتبقى الإجابة إيه، أفضل عنوان للقطعة ديت هتبقى الإجابة دي، تاريخ اللبان. السؤال اللي بعده ترجم للغة العربية، الإجابة الصحيحة دي. إيه الخطأ في كلمة تغيير شخصية إيه الأطفال؟ الصح تبقى إيه، تشكيل. بي الخطأ في كلمة تعديل، المفروض تبقى برضك إيه، تشكيل. سي الخطأ هنا قال إيه، طوال الوقت، كل الوقت. الترجمة التانية ترجم إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة الصحيحة سي. إيه الخطأ هنا في كلمة components، وعايز هنا المكونات يعني ingredients. بي الخطأ في كلمة healthy بمعنى صحي، هو بيقول إيه بقى، قيمة غذائية. دي الخطأ في كلمة agree بتاخد حرف الجر هنا زي ما قال أباوت، الصح تبقى أباوت. خطأ هنا في كلمة آد، يعني اتفقون في البحث، يتفقون بخصوص البحث يعني، الصح تبقى تاخد حرف الجر المناسب هنا أبوت. وصلنا لنهاية الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.